أخبار اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائنا طلبة ثانوية عامة قسم رياضة، هنقدم النهاردة الحلقة الثانية من حلقات مراجعة الديناميكا اللي بنقدمها في دار أخبار اليوم الملحق التعليمي. النهاردة هناخد الامتحان الثاني اللي هو النموذج الثاني، خدنا قبل كده امتحان الأولاني. السؤال هنا الامتحان بيتكون من 5 أسئلة، قلنا كل سؤال واحد منهم إجباري، الإجباري عليه 6 درجات، وبعد كده هيجيب له 4 أسئلة هيختار منهم 3، هيقول له أجب عن 3 فقط مما يأتي. 3 دول هيبقى كل سؤال منهم ب8 درجات، يبقى 3 × 8 = 24 زائد 6 درجات هيساوي 30 درجة. ولو حد حل ال4 أسئلة الاختياري أقل درجة بتتلغي، ما يقلقش يعني إن شاء الله. فالنموذج الأولاني اللي قدمناه كان السؤال الأول بيقول له أكمل ما يأتي، ينفع يجيبها بصورة تانية في السؤال الموضوعي، يقول اختار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات. السؤال لما يقول اختار الإجابة الصحيحة يبقى تاخد بالك هنا أن أنت يا إما هتاخد الدرجة يا إما تخسرها كلها، فأكمل الشروع في الحل ممكن تاخد فيه 0.5 درجة. فهنا بيقول له اختار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات، دول 6 فقرات كل فقرة عليها درجة واحدة بس، فمعظم الأسئلة بتبقى هنا عادية خالص وسهلة وسريعة. في الشكل المقابل السؤال الأولاني الفقرة الأولانية في الشكل المقابل بيقول بقرة صغيرة ملساء، إذا تحركت المجموعة من السكون وكان مقدار الشد في الخيط 20 نيوتن فإن الضغط على البقرة يساوي نقط 20 نيوتن ولا 20 جذر 2 ولا 10 ولا 40. لازم يبقى القوانين الرئيسية في المنهج أنت عارفها كويس. الضغط على البقرة ليه 3 حالات عندك في تطبيقات قوانين نيوتن، ده التطبيق الأول فيه اللي هو بيبقى الشد هنا الضغط بيساوي 2 ش. طب هو في المعطيات كان قال لك ان وكان مقدار الشد في الخيط 20، يبقى بصوره سهله جدا هيبقى الضغط بيساوي 2 ش، لما الضغط الخيط هنا 20 الشد فيه هيبقى الضغط بكام؟ 40 نيوتن. ده كده الفقره الاولى عليها درجه قلنا. بعدين الفقره الثانيه، قذف جسم كتلته 4 كيلو جرام بسرعه 7 متر على الثانيه، فإن الشغل المبذول من الوزن للوصول لأقصى ارتفاع، في شغلين ممكن تتلخبطوا فيهم، الشغل المبذول من الوزن والشغل المبذول ضد الوزن، الوزن دائما اتجاه الحركة بتاعته لأسفل. طب الجسم قذف لأعلى ولا الأسفل؟ قذف جسم كتلته لأعلى، يبقى معنى كده إن الشغل هنا هيطلع سالب لأن اتجاه الوزن الأسفل وهو بيقول قذف الجسم لأعلى. وقلنا القوانين الرئيسية بتاعت كل درس تبقى أنت حافظها وعارفها. فهنا قانون الشغل المبذول بيساوي كاف دال لام. الكاف بكام؟ يبقى دي 4، والدال اللي هي عجلة الجاذبية الأرضية معروفة 9.8، ولام اللي هو المسافة الرأسية. طب المسافة الرأسية هنا مش معايا، بس هنا بيقول قذف جسم رأسيا لأعلى بسرعة كذا، فإن الشغل المبذول للوصول لأقصى ارتفاع يساوي، يبقى لازم أعمل خدوا بالكم معايا هنا دلوقتي السرعة الابتدائية كانت ب7 اللي هي عين صفر، يبقى عين صفر بتساوي 7 متر على الثانية، والعجلة معروفة 9.8، وعين النهائية هو بيقول وصل الجسم لأقصى ارتفاع، عمره ما هيوصل لأقصى ارتفاع إلا إذا كانت عين اللي هي السرعة النهائية بتساوي 0. يبقى أشتغل عشان أجيب الفه بالقانون، عين تربيع بيساوي عين صفر تربيع ناقص، عشان العجلة هتبقى سالبة، 2 دال فه. يبقى فه بتساوي
عين تربيع اللي قلنا عليها بصفر ناقص عين صفر تربيع اللي هي 7 في 7 يبقى 49 على سالب 2 في 9 و8 من 10 يبقى هنا الإجابة هتطلع سالب 98 بعد ما نضربها اللي هي كاف دلام الشغل بيساوي كاف اللي هي كام 4 في دال اللي هي 9 و8 من 10 في لام اللي هتطلع من هنا اللي هي المسافة الرأسية يبقى الشغل بيساوي سالب 98 من 100 جول. دي كده الفقرة الثانية اللي عليها درجة. الفقرة الثالثة، إذا تحرك جسم بسرعة منتظمة تحت تأثير القوتين، معنى إن الجسم هيتحرك بسرعة منتظمة يبقى كده مفيش عجلة، يبقى العجلة بصفر. طب قاف واحد بتساوي وقاف اتنين بتساوي، واحنا القوانين الرئيسية بتاعت قوانين نيوتن الثلاثة، القانون الأول والقانون الثاني والقانون الثالث، كلهم بيبقى كاف جيم بتساوي قاف، محصلة القوة هنا بتساوي كاف جيم. طب دول قوتين والجيم قلنا بصفر، يبقى معنى كده ان القوتين دول لو جمعناهم محصلتهم تطلع بصفر، يبقى معنى كده ألف زائد اتنين بيساوي صفر، يبقى عرفت ألف بتساوي سالب اتنين. طب والب سالب تلاتة زائد ب بيساوي صفر، يبقى عرفت ال ب بتساوي 3، يبقى لو جمعناهم هو عايز قيمة أ زائد ب، يبقى أ زائد ب اللي هي بتساوي سالب 2 زائد 3 اللي هي بتساوي 1. اللي يعمل كده يبقى خلاص خد الدرجة بتاعت الفقرة التالتة. الفقرة الرابعة، الفقرة الرابعة بيقول سقط جسم كتلته 2 كيلو جرام من ارتفاع 10 متر عن سطح الأرض، فإن مجموع طاقتي حركته ووضعه عند نص ثانية من لحظة السقوط يساوي. برضو زي ما قلنا القوانين الرئيسية في قانون بيقول مجموع طاقتي الحركة والوضع عند أي مكان أثناء الحركة يساوي مقدار ثابت. طب تعالوا نجيب مجموع طاقتي الحركة والوضع فوق خالص اللي هو سقط من ارتفاع 10 متر، كان هو سقط يعني كانت عين صفر بتاعته بصفر، يبقى عين بصفر. طب لما عين بصفر يبقى طاقة الحركة بتاعته هتساوي نص كاف عين تربيع يعني بتساوي صفر. طب وهو فوق على ارتفاع 10 متر يبقى ضاد اللي هي طاقة الوضع بتساوي كاف د لام اللي هي بتساوي كاف، احنا قلنا الكتلة كام؟ كتلته 2 جرام يبقى 2 كيلو جرام في د اللي هي عجلة الجاذبية الأرضية 9.8 من 10 والارتفاع اللي هو لام قال 10 متر، يبقى معنى كده هتساوي 19 196 ده اللي هو الضغط. طب احنا قلنا مجموع طاقتي الحركة والوضع بيساوي مقدار ثابت عند أي مكان أثناء الحركة، القانون اللي انتوا عارفينه اللي هو ضاد زائد ط بيساوي ضاد شرطة زائد ط شرطة. هو ما كانش عايز دي، بيقول عايز مجموع طاقتي الحركة والوضع عند نص ثانية من لحظة السقوط، يبقى أنا أجمع طاقة الحركة والوضع عند البداية كانت صفر زائد 196 بيساوي مجموع طاقتي الحركة والوضع بعد نص ثانية، يبقى معنى كده ان مجموع طاقتي الحركة والوضع بعد نص ثانية بيساوي 196 جول. خلي بالك بقى في مسائل اختار ملهوش دعوة في التصحيح بان انت كتبت كده او ما كتبتش، لو حطيت خط تحت الاجابة الصحيحة انت خدت الدرجة، يبقى كده خدنا الدرجة بتاعت الفقرة الرابعة. الفقرة الخامسة من السؤال الأولاني بيقول جسم ساكن أثرت عليه قوة ثابتة فكان مقدار دفعها خلال 1 على 25 من الثانية بيساوي 35.28 من 100 نيوتن ثانية، فإن مقدار هذه القوة، طب هو القانون بتاع الدفع بيقول إيه؟ د بيساوي قاف
اللي هي القوة في نون. ادي الثلاث حاجات، ادي الزمن وادي الدفع وادي القوة. هو كان طالب بيقول فإن مقدار هذه القوة يبقى دي اللي عايزها. الدفع بيساوي احط القيمة بتاعته اللي هو مدهاني 35 و 28 من 100 والقاف عايزها والزمن مدهوني بواحد على 25. لو ضربنا الطرفين في 25 هتبقى القاف بتساوي 35 و 28 من 100 في 25. الإجابة هنا هتطلع نيوتن. هو لما يكون عايزها قال نقط، قال ثقل كيلو جرام ولا ثقل كيلو جرام، وهنا قال نيوتن ونيوتن. هنلاقي الإجابات كلها نقسم على 9.8 هتطلع 90 ثقل كيلو جرام. يبقى قاف بتساوي 90 ثقل كيلو جرام. آخر فقرة في السؤال الأولاني اللي هو مرتبط بالقدرة، الحصان بيساوي نقط كيلو وات. الحصان بيساوي ايه في قانون القدرة؟ ده يعتبر تبع التعريف او تبع الوحدات اللي احنا بنحول بيها. اصلا القدرة قلنا بتساوي، وحافظين القانون، قاف في عين. طب قاف دي بايه بتبقى؟ نيوتن. والعين متر على الثانية. عشان كده قانون القدرة الوحدات بتاعتها نيوتن متر على الثانية. طب هو مش مدهاني بالنيوتن متر على الثانية، بيقول حصان. يبقى معنى كده لما احب احول دي الحصان هقسم على، اضرب في 9.8 في 75. طب هو عايزها بالكيلو وات ساعة. يبقى اذا الحصان بيساوي، الحصان ابقى عارف ان هو كان بالنيوتن متر على الثانية واتقسم على كده. يبقى لما احب احولها تاني يبقى هقوله 9.8 في 75، ارجع الاسم احولها لضرب تاني، والناتج ده اللي هو نيوتن متر على الثانية اللي هو اسمه وات. طب هو ما قالش عايزها بالوقت، لو بالوقت يبقى هضرب في دول وانتوا حافظين النتيجة على طول 735. هو قال كيلو وات. كيلو وات اي حاجة كيلو بنقسم على 1000، لو اتقسمت تبقى كيلو وات كده. يبقى الإجابة بالآلة معاكم هتطلع 735 من 1000 كيلو وات. ادي الست حاجات، الفقرات بتاعت السؤال الأولاني.